كما ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، كيف تابعت بيان القوات المسلحة الذي وصف الضربات التي وجهت للعناصر الإرهابية ثأرا لدماء شهدائنا؟ كيف تابعت ما ورد فيه من رسائل؟ هو طبعا رسائل مهمة جدا، والنهاردة بتؤكد القوات المسلحة أنها ستثأر لشهدائها، وأن الضربات ستكون موجعة للتنظيمات والعناصر الإرهابية وكل من يمول تلك التنظيمات وكل من يوقف وراءها. القوات المسلحة قادرة على ردع كل تلك التنظيمات وقادرة على إبادتها، وإحنا لو شفنا خلال السنوات الماضية من عام 2018 حتى وقتنا هذا، من خلال العملية العسكرية سيناء 2018، استطاعت القوات المسلحة أنها تقضي على البنية التحتية بالكامل للتنظيمات الإرهابية، من مخازن سلاح، معسكرات للتدريب، قطع الإمدادات عن كل التنظيمات الإرهابية. ولكن هناك طبعا عمليات عسكرية، عمليات التنظيم بيسعى إلى تنفيذها في الوقت الحالي، معتقدا أنه قادر على إحداث بلبلة داخل القوات المسلحة أو داخل الدولة المصرية. ولكن القوات المسلحة المصرية تثبت يوميا أنها قادرة على سحق الإرهاب، قادرة على أخذ الثأر، قادرة على تطهير سيناء بالكامل من التنظيمات والجماعات الإرهابية المتواجدة على أرضها. وشفنا حضرتك البيان القوات المسلحة أن هناك كان محاولة أن هم تلك الجماعات انها تتسلل خارج الحدود، لان الضربات كانت على الحدود في سيناء، واستطاعت القوات المسلحه ان تنفذ عليها الضربات، وان هي تستطيع انها تدمر عربات وتقضي على هذه المجموعه ابتداء من يوم 7 مايو حتى اليوم. طيب، لها ضربات مؤثرة، ضربات موجعة. نعم، محاولات هذه الجماعات للتسلل، هل في رأيك هناك وجهة نظر أخرى أنه مع هذه الضربات الاستباقية وما تحدثه القوات المسلحة من خسائر مادية تحديدا لهذه الجماعات، قيمته في استهداف ما يصل إلى هذه الجماعات من تمويل؟ بالطبع، يعني عايز أقول لحضرتك أن التمويل للتنظيمات والجماعات الإرهابية في سيناء، أعتقد أنه هو تم القضاء على نسبة كبيرة منه، ومنعت الدعم عنهم لسنوات طويلة جدا، أكثر من 3 سنين خلال الفترة الماضية. هناك طبعا بالطبع محاولات في الوقت الحالي إلى تسلل أو دعم تلك التنظيمات الإرهابية عشان تنفذ عمليات إرهابية في سيناء، عشان تسعى إلى إثارة الفوضى، إثارة البلبلة مرة أخرى، أن سيناء لم يتم تطهيرها بالكامل. ولكن في الوقت الحالي الضربات الموجعة للقوات المسلحة ستعيد كل من وراء التنظيمات والجماعات الإرهابية حساباتها مرة أخرى في محاولة التسلل داخل الحدود المصرية، أو إمداد تلك العناصر بالمعدات العسكرية أو العربات النقل والدفع الرباعي اللي بيتم تنفيذ بها العمليات العسكرية. أشكرك جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام.